التعفيل اللي احنا عاملينه ايه؟ دي جنايه وهتتطربق علينا وعلى عين اهالينا. البقيه في حياتك في عزه وفي ابو عزه لما يسمع الخبر يا حسن. يا عم يعني ايه كانت عزيه؟ ما هي خربانه خربانه. يعني انتوا كنتوا عارفينه بتشتغلوني؟ يا عم اهدى شويه، راح سكر اللي فهمت ان احنا في الخطه سوا. دي مصيبه. وانت يا سكر يا راس يا طيبه بتعملي كده؟ يعني كنت عايزني اعمل ايه يا حسن؟ الجنايه صعبت عليا. يا حسن ما انت عارف سكر قلبها رهيف. خف من كل الله، ضيعت الفلوس اللي كنت هدفع بيها مهر البيت. اذا كان على الفلوس هبرجعها لك. خلاص فلوس ايه يا ام فلوس؟ انت تقعدت وفلوسك واحده هربت من اهلها. انت اللي مزعله. ما تهربوا ولا تقولوا عيب غاز. انت مالك ومال اهلك؟ ما تزعليش كده، ما حدش قادر يزعلك. يا جماعه اهدوا شويه، خلينا نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا اخوانا احنا كده متدبسين في قضيه دعاره. النبي تتوكس. اقول انا ايه لابو عزه دلوقتي لما يسالني على عزه؟ يا جدعان البت دي قدامها فقر، البت دي لازم ترجع لاهلها دلوقتي. هو انا باشا هتمنك هتدني في دماغك ليه؟ يا بت اقعدي بدل ايه اقعدي بس بس منك ليه؟ خلينا نشوف هنعمل ايه في البلوه السوداء اللي احنا فيها دي. البت دي هترجع يا لا ترجع. يا عم دي بتقول لك هيجوزوها بالعافيه. طب ما حد فينا يتجوزها ونبقى كده كسبنا فيها ثواب وحتى نام قدام الامر الواقع ويا دار ما دخلك شر. اتجوز مين يا سلطان؟ لم الدور اسره. البت دي اصلا اساسا من اسكندريه وهترجع معانا على اسكندريه. يس الكلام ده على جثتي. ايه يا عم فانتوباس؟ يا ساتر استر يا رب، ده فرح ده ولا ميتم ولا ايه؟ ده تلاقي ابو عزه جات له سكته قلبيه لما عرف موضوع عزه. تفهم من بقك يعرف افلله ولا فال. السلام عليكم يا ريس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فرح مين ده يا ريس؟ فرح وفاء بنت وفاء الجزار. حسن يا حسن. استنى يا حسن. استنى يا حسن. حسن هو في ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. في حاجة يا حسن؟ وانت مالك انت؟ خش جوه. عجبتك الحته بتاعتنا؟ ممكن تقولي لي بقى حكايه حسن ده ايه؟ حسن ده حكايته حكايه. واد جدع وابن بلد، انما حظه قليل. تلاقيه شايل هموم الدنيا كلها فوق راسه. النبي صعبان عليا. يلا يلا. ايه طب ومين وفاء دي؟ لا دي حكايه طويله قوي. ننام دلوقتي او مصحف احكيها. يلا متزعلش نفسك يا اخويا، اللي فاتك فوته. طب دي والله العظيم ما تستاهل ضفرك. طمنيني. ايه اللي اخوكوا كده؟ شوتي صوتك يا ابو عز، عندنا ضيفه. ضيفه؟ ايه ده؟ مين دي؟ دي العروسه اللي كنا بنزفها امبارح. وايه اللي جابها عندنا؟ ايه؟ جايه تقضي شهر العسل في المنتجع بتاعنا؟ ابدا ما عجبهاش العريس ومن هربناها. لا بجد؟ الف مبروك، كتر الف خيركم. بقول لك يا ابو عز، كان في حاجه كده يعني كنت عايز اقول لك عليها، بس جمد قلبك. هو في حاجه تاني غير البلوه دي؟ مني العفاريت ضيعوا عزه وضيعوني، بس انا متحاسب.